اليمن بلد يمتد تاريخه العريق لأزمان سحيقة. على أرضه عاش سام بن نوح أبو العرب. يشكل اليمن الامتداد الجغرافي لشبه الجزيرة العربية في الجزء الجنوبي منها، وبحكم موقعها الجغرافي الحساس كانت اليمن ولم تزل تشكل مطمعاً لدول الجوار. يبلغ سكان اليمن أكثر من 20 مليون نسمة، ويشكل المسلمون الأعم الأغلب من سكانه، حيث تبلغ نسبة المسلمين فيه حوالي 98.99% من إجمالي السكان. ويعود دخول اليمنيين في الإسلام إلى عهد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. كان أهل اليمن قبل الإسلام أهل كتاب، يهودا أو نصارى، ولكن ما لبث أن انتشر الإسلام سريعا في اليمن لتندفع وفود القبائل اليمنية بعد فتح مكة، وتحديدا في عام الوفود وما بعده، إلى بطن المدينة وهي منصاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله. ويعود الفضل في هذا الإنجاز العظيم إلى الإمام علي بن أبي طالب مبعوث النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى أهل اليمن. إذا زرت اليمن ستواجهك أينما ذهبت ظاهرة أن علي عليه السلام سيد اليمن بلا منافس على صعيد كافة المذاهب المتواجدة فيها، وقد أشرب حب علي وأهل البيت في قلوب اليمنيين. طبعا أهل اليمن كلهم يحبوا أهل البيت، أنا بشوارع يمني أعتقد بالذات اليمنيين لهذا البيت معزة خاصة عندهم في قلوبهم. يرجح بعض المؤرخين أن عليا كان في اليمن، وبالتحديد في صنعاء القديمة في العام 8 الهجري، ويعزز ذلك مسجد علي في صنعاء القديمة الذي يؤرخ اليمنيون بناءه في العام 8 الهجري كما هو مكتوب على بابه. وأصل هذا المسجد بيت لامرأة يمنية استأجره الإمام علي ليسكن فيه مدة عمله في اليمن، فلما رحل عنه جعلته صاحبته مسجدا. هذا مسجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وكان امرأة يمنية عندما دخل أمير المؤمنين إلى اليمن، فآمنت هذه المرأة اليمنية وبنت هذا المسجد وسمي مسجد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وعند زيارة أمير المؤمنين كرم الله شد عليه من الإسلام، وكانت هذه المرأة المؤمنة من السعيدة البزبجية من الناس الذين آمنوا عند زيارة أمير المؤمنين. بعد ما تمت المرأة اليمنية قامت وسلمت على يد الإمام علي، نذرت لله سبحانه وتعالى أن تبني هذا المسجد، وأسلمته لمسجد الإمام علي كرم الله وجهه. يقع مسجد علي إلى الشرق من سوق تسمى بالحلقة، حيث ينسب اليمنيون السوق إلى الإمام علي، فهم يتناقلون جيلا بعد جيل أن في هذا المكان وقف علي عليه السلام عندما خرج إلى همدان وقرأ كتاب رسول الله فتحلقوا حوله. سوق الحلقة الذي تقول الروايات الشعبية الشهيرة والمتواترة بين أهل صنعاء بأن الإمام علي عندما وصل إليه وكان يتحلق به الناس في ذلك المكان فسمي سوق الحلقة، لأنهم كانوا يتحلقون به ويسألونه عن أمور دينه ودنياهم. ويقال بأنه أيضا اجتمع بزعماء همدان عندما أسلموا في يوم واحد في ذلك المكان. يروي لنا التاريخ
أن القبائل اليمنية قد اعتنقت الإسلام بعد إسلام قبيلتي همدان ومذحج، الشطر الأعظم من اليمن وأقوى القبائل فيها آنذاك، على يدي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. فقد انتدب في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله للخروج إلى اليمن عدة مرات، فخرج مرة إلى قبيلة همدان لدعوتها إلى الإسلام، ومرة أخرى إلى قبيلة مذحج، وما بين الخروجين كان انتدابا للقضاء. خرج الإمام علي إلى اليمن وكانت وصية رسول الله إليه: يا علي، لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه، وأيم الله لئن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه. إن بلادا برمتها كاليمن التي تستعصي على كل الفاتحين لينها علي وفتح قلوب أهلها، فدخلت على يديه قبيلة همدان في الإسلام دون قتال، في حين كان لقبيلة مذحج مناوشات قليلة ثم التحقت بعدها بالدين. ذكر أهل السير أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله بعث خالد بن الوليد ومعه جمع من الصحابة لدعوة قبيلة همدان إلى الإسلام، وهي قبائل في شمال اليمن محيطة بصنعاء. مكث خالد بن الوليد 6 أشهر يدعوهم إلى الإسلام دون أن يستجيب له أحد. حين ذاك انتدب النبي محمد صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام، فوجهه إلى اليمن مع كتاب، وطلب منه أن يعيد خالدا إلى المدينة ويحل محله. لم ترض همدان أن تسلم إلا على يدي سيد الأوصياء أمير المؤمنين، فما إن وصل الإمام علي وقرأ عليهم كتاب رسول الله أسلمت همدان جميعها في يوم واحد. يعني في يوم واحد ما إن وصل الإمام علي فتلى عليهم خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسلمت همدان قاطبة. وهمدان هي معظم اليمن، هي حاشد وبكيل، يعني معظم اليمن ما بين صنعاء وصعدة هم همدان. روى الطبري في تأريخه عن البراء بن عازب، وهو أحد الصحابة الذين كانوا في ركب خالد بن الوليد عند ذهابه إلى اليمن: كنت في من خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا 6 أشهر ندعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوا، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله بعث علي بن أبي طالب مكان خالد وأمره أن يقفل خالدا، وقال: مر أصحاب خالد، من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل. قال البراء: فكنت في من عقب مع علي، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا، فصلى بنا علي ثم صفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فأسلمت همدان جميعا. فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه وقال: السلام على همدان. بدعوة من النبي محمد صلى الله عليه وآله وبجهود الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فتحت اليمن. اليمن بكاملها كلفت علي 20 قتيلا فقط، لأن مذحج أخطأت التقدير، فبدأوه بقتال فاقتصر على الحد الأدنى من سفك الدماء. لم يكن علي البطل الشجاع الذي يهابه الأعداء متى سمعوا باسمه فقط، لم يكن السبب المباشر لانتصار المسلمين في أغلب الحروب فقط،
بل جمع إلى جانب البطولة والشجاعة القدرة الكبيرة على البيان والإقناع والقدرة الكبيرة على الإدارة والقضاء، فقد قلده النبي محمد صلى الله عليه وآله قضاء اليمن وهو حديث السن، وأنفذه إليهم ليعلمهم الأحكام ويبين لهم الحلال والحرام ويحكم فيهم بأحكام القرآن. يتخذ اليمنيون يوم الجمعة الأولى من شهر رجب الأصب يوم عيد لهم لعلاقته الزمنية بإسلام أجدادهم، فيزينون شوارعهم ويلبسون الجديد ويتزاورون تعظيما لهذا اليوم. وغرة شبه هذا لها تاريخ كبير مرتبط بحياة اليمنيين كلهم، لذلك اليمنيين كلهم يحتفلوا بعيد رجب اتباعا بدخولهم الى الاسلام عند دعوة امير المؤمنين الامام علي كرم الله وجهه اهل اليمن للاسلام. يجمع المؤرخون والفقهاء أن الإمام في آخر خروج له إلى اليمن بقي هناك حتى أيام موسم الحج، ولما أراد النبي التوجه إلى الحج كاتب عليا بالتوجه إلى الحج من اليمن، فكان النبي على حجيج الأمة قادما من المدينة، وكان الإمام علي على حجيج اليمن قادما من اليمن. شاركت بعض وفود القبائل اليمنية في حجة الوداع وحضروا مراسم غدير خم وسمعوا مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فثبتوا على ولايته ونصروه في جميع حروبه لا سيما في يوم صفين. فقد قال الإمام علي لهمدان: يا معشر همدان، أنتم درعي ورمحي. أبرز التاريخ الفتوحات المعجونة بالدماء وأغمض عينيه عن تجربة علي في اليمن وطمس معالمها، مفوتا على العالم الاستفادة من تلك التجربة التي أبسط ما يمكن أن نسميها بالخلاقة.